بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، معانا هيتر دي اتش 60. طبعا معانا الفنان الرسام محمد نجيب، طبعا فنان مشهور وجاي مش اول تعامل له في عرب جروب. معاك فنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. اغلبية متابعيني عارفين اي حاجة بقول لكم على شركة العرب جروب، هاتوا منها الحاجة. النهاردة انت عارفين ان انا بجهز العنبر بتاع برواش، فكنت واقف على الهيتر، اجيب الهيتر من بره. اخويا الحاج ياسر، قال الحاج ياسر انا محتاج الهيتر، قال لي تعالى خد اللي انت عاوزه، رشح لي الهيتر ده، قال لي هو ده يغذي مكانك. انا كنت جاي ناوي اخد هيتر كبير، قال لي لا حرام، تكلفه عاليه على الفاضي، خد الهيتر ده. الهيتر ده فيه 3 حساس. الفنان طبعا محمد نجيب واخد مننا قبل كده هيترات كتير والعملاء كتير، فطبعا هو عنده المساحه. المساحه عندك كام؟ 280. مساحه عنده 280، فاحنا ادينا له الهيتر اللي هو ايه، اللي هو الدي اتش 60. دي اتش 60 اللي هو بيكفي 350 متر متوسط لحد 400. طبعا الجهاز معاه حساس خارجي ديجيتال، ومعاه طبعا الحساس اللي هو في الظهر ورا اهو الصغير ده اهو، ومعاه حساس بيركب هنا. طبعا احنا ادينا الفنان السوكت بتاعه اهو، تمام، ده بيركب كده اهو، بيطلع منه الحساس الخارجي اللي هو زي كده، ممكن اطول بيه يعني. وده الجهاز اللي هو الحساس الخارجي، هشرحه لك بسرعه كده شرح مبسط. شال كده احمد، خد كده الجهاز اشتغل. خد بالك بقى كده الجهاز متظبط، يعني هو قاري كده 21. لو دوست كده متظبط على كام؟ 40. على 40. انا هظبطه مثلا على وليكن 24. حلو. طول ما الاثنين دول منورين كده، كده الهيتر بيرفع من 21 لكام؟ ل 24. راسه حاسه هيسخن، اللمبه اللي فوق هتطفي، لو طفت يبقى كده الجهاز ايه شغال. كده فصلت، يبقى كده الجهاز ايه شغال. طب في حاجه مهمه لازم نظبطها في الاوبشن، هدوس هنا كده فصلت اللمبتين، هدوس دوس على السالب، قصه طويله، فرق درجات حراره 2، ممكن اخليها 2، ممكن اخليها 3، ممكن اخليها 4، بس غالبا 2 كويسه. يعني 2 يعني لما يوصل 30 ينزل 28 عشان يشتغل. تمام. عاوز يوصل درجه واحده هدوس من هنا اخلي درجه. تمام. عموما هو كده درجتين، برجع هنا كده، كده جهاز ايه شغال، مفيش فيه اي حاجه كده الجهاز اللي بالنسبه للحساس. طبعا ده الباشمهندس الفنان محمد نجيب، له قناه على اليوتيوب اسمها ايه؟ الرسام محمد نجيب. اسمها الرسام محمد نجيب. اللي يشوف الفيديو يشترك معاه، بينزل فيديوهات برضو فيها شرح للتربيه. للتربيه وتشتركوا معاه. في تكمله كمان بعد اذن حضرتك يا باشمهندس ياسر، احنا عندنا الثلاثه حساس اللي احنا بنتكلم عليهم، وما تنساش اللي عندك حساس اللوحه. في حساس يعني اللوحه يعني انت كمان هتوصله كمان على اللوحه بقى. يعني عندك هو الجهاز ممكن يشتغل على 3 حساسات، حساس وادي الثاني، وادي الثاني، وفي الجهاز حساس، ولو كده هتوصل على ايه؟ حساس اللوحه كمان عندك في العنبر. شركه عرب جروب.